وصلت التضامن الاجتماعي بقى ارتفاع عليا دلوقتي، تمام؟ وصلت التضامن والتجارة الداخلية. ممكن لنا ان احنا نكون في ننزل الميدان للسيطره على المستودعات وعلى مناطق التخزين. لان النهارده تقريبا كانت حتى اليوم النهارده بقى احسن. احنا هوا يا استاذ، تقضي احتياج اللي ما احتاجهاش. انما هو في فئه زي ما حضرتك تاخد الاناب فعلا وتبيعها للسوق. احنا عرضنا ثالث يوم على مجموعات الكيان اللي وشه على الصوره هنا اصلا بتاع 4-2. نبهنا على المواطنين اللي هم بيحطوها 4-2 الانابيب اللي بتطلع من الاسلاك حاليا مفيش ازمه. وبدا كمان احنا مطلوبين في منطقه زويري، اهالي الويلي نفسهم من ابوها ممكن يبقى موجود ليه ورحماته ليه وجار جنبه تعبان، انما الباعه والسريعه وكل الكلام ده ملوش ان هو ياخد اكتر من حقه. بالنسبه للشباب الخارجيين احنا اتفقنا مع استاذ ان هم ياخدوا حصتهم ويبيعوها في المستودع بحيث ان تصل للشعب خالص، انما مجرد ان ما بتطلع وتروح في شارع جانبي بتتباع زي ما حضرتك عارف السوق السوداء، ويبقى فيه المنظر اللي هو ما فيش سيطره على الانابيب ومش باذن الله الايام اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها هنكون في سيطره كامله. سياده اللواء ماذا عن محافظة الجيزة؟ محافظة الجيزة شغالين فيها برضه. بقى المحافظات هيبقى على نفس النهج، لأن احنا في جميع الجيوش المدنية والمناطق في برضه شرطة عسكرية موجودة، كله هيوكل إليه طبقا للمنطقة. يعني أول ما بتطلب وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التمويل والتجارة الداخلية هذا الكلام، احنا مش هنتأخر. قوات مسلحة مش لازم شرطة عسكرية بس، يعني كقوات مسلحة هنشتغل مفيش أي مشكلة. طيب في رئاسة الوزراء من يكون في كوبونات لكل أسرة تستلم على أساس أنها محاولة شهرية من الأنابيب. نرجع للوزارة المسؤولة عن توزيع هذا الموضوع، لأن الموضوع ما يتاخدش إن احنا واقفين كده، لابد يبقى ليه دراسة ويبقى فيه أسلوب هتتوزع إزاي الحق على المستحقين إزاي، لأن ده الشيء عليه دعم. تعرفوا إن الحكومة دي تمامنا بالدعم كبير قوي، يعني ما أقدرش أقول إن صحاب الشأن موجودين يعني. يعني ايه رساله للمواطن المواطن علشان ارجو ان المواطن يجي ويصر ان هو ياخد حقه، ولو في اي شكوى ارجو ان هو حضرته يبلغ عن الشكوى وما يشتريش من السوق السوداء، يتعب شويه اليومين دول ان هو يساعد معانا ويجي ياخد حقه من مكانه. اذا كان في حد مريض ممكن تسالني او تعبان ممكن جاره، يعني مش هيبقى كل الناس سيئة السوق، يعني مش كل الناس سيئة السوق. كان معنا سيادة اللواء حسين حديثا من امام مستودع بورسعيد في منطقة الوين. خلاص يا عم ولا حاجه.